هذا يسأل يقول إن شخصا وكله غني في أن يخرج الزكاة يوزعها بدلا نيابة عنه نيابة عنه، وأعطاه هذا التاجر جزءا من المال من الزكاة، أعطاه التاجر جزءا من الزكاة، هل يجوز هذا؟ نقول نعم، إن كان فقيرا، إن كان من أهل الزكاة وأعطاه التاجر جزءا منها والبقية يوزعها فلا بأس بذلك، أما إن كان غنيا فإنها لا تحل له. نعم.